السلام عليكم سي حسان. السلام عليكم الله. واش هاد الغوره داك الثاني اخويا؟ راك عارف العطله السنويه ديالنا هادي ياك، مشينا للبليده وحنا الحمد لله رجعنا، وان شاء الله تعالى تكون واحد الرجعه قويه باذن الله. غنبداو ان شاء الله تعالى بهذا الفيديو هذا، ندوزو لكم الاخوان واحد جوج برودويات العشاق ديال البيسيات، خصوصا العشاق ديال شركه اش بي. جبنا لكم جوج موديلات، شي حاجه ناضيه والثمن ان شاء الله تعالى هو غادي يكون ناضي. نبداو اخويا زكريا بالموديل الاول، كلهم شركه اش بي. عندنا هذا الموديل الاخوان، هذا اش بي اي لايت بوك كيف ما كتشوف معايا، هو هذا البي سي ديالنا اي لايت بوك اكس 360، هذا كيتطوى 360 درجه. هو هذا البي سي ديالنا، بي سي وطاكتيل في نفس الوقت كيف ما كتشوف معايا خير زكريا. هذا هو الموديل الاول. الموديل الثاني هو هذا، هذا الريفيرونس ديالو حتى هو اي لايت بوك، غير هذا الريفيرونس ديالو جي 3 830، جي 3 هو هذا اي لايت بوك 830 جي 3، الناس اللي بغاو يقلبوا عليه سي هو هذا وهذاك. دونك نبداو بهذا ولا نبداو الاخر؟ لا نبداو بهذا. نبداو بهذا، هذا 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 بي سي مزيان هذا اخي زكريا كيف ما كتشوف معايا، اللهم بارك كيف ما كتشوف معايا بي سي رقيق، الناس اللي عزالهم بي سي يكون سليم وخفيف كيف ما كتشوف معايا، رقيق ديال الصح خفيف، فيه 14 بوس كيجينا بروسيسور من شركة انتل i5 الجيل 7 256 SSD 8 جيجا في الرام. واللي مزيان فيه هو انه كيف ما قلت لكم الاخوان تاكتيل، كيف ما كتشوف معايا هذا شاعل، ها هو بي سي تاكتيل، بغيتي تخدم بالكلافي بغيتي تخدم بالتاكتيل كيف ما كتشوف هنا، طق تفرج مع راساتك تصفح طلع مع تخلي حسن وريهم المواصفات، كل اللي كونفيغوراسيون هنا كيف ما كتشوف معايا. لا هو امانة بلاتي طق، ها هو طن سيستم انفورماسيون سيستم كيف ما كتشوف معايا خاي زكريا. هنا كيجينا 8 جيجا في الرام، 256 كيجينا المعالج i5 7 جينيراسيون، اكثر من هادشي هذا طاكتيك 360 درجه، شي حاجه ناضيه. بغيتي تخدم بها هكا، بغيتي تخدم بها بحال طابليت بحال هكا، ما عندكش غرام ديال المشكل، تفرج مع راساتك في واحد المود، ها هو الا بغيتي تاكتيفيه مود طابليت، مود ديال الطابليت تخدم، بغيتي تفرج بغيتي تعيش الحياه مع راساتك. واكثر من هذا خاي زكريا يكون في واحد الثمن اللي مناسب جدا الاخوان، هاد المواصفات كاملين اللي كتشوف غنديروا ليه ثمن ان شاء الله تعالى ما يكونش بلاصه اخرى، الثمن ديال الاخوان غيبقى فقط، اسمع معايا بعدا لي كونفيغوراسيون i5 الجيل 7 طاكتيل 360 في شهر ديال الضمان، اي بي سي خديتي من عندك كتاخذ معاه واحد معاه الشارجور كتاخذ معاه يعني كتاخذ واحد الوصل في شهر ديال الكارونتي، قلب مع راساتك جرب في شي بروبليم راه حنا اللي كنتكلفوا به، وكتاخذ معاه الشاحن ديالو، القدره ديال الشحن ديالو 65 واط، الثمن ديالو غيبقى الاخوان فقط 3999 درهم. هادشي كلشي اللي كتشوفوا الاخوان في المواصفات هادو غيبقى فقط 3999 درهم، افضل خيار غتاخذوا بهذا الثمن الاخوان هو هذا الحاجه. الكميه جد موجوده سي حسن، ياك كما كتشوف المقاره ما كنهضروش عليها خي زكريا، هاد البياسه هادي نوريهم لك ليها انت، كاينه الكميه اللي جا ان شاء الله تعالى في الغرض، وهذا اللي جا ما عندوش مشكل. هذه الاخوان الوقيته ديال الدراسه، الناس ديال لافاك، الناس ديال المدرسه، احسن وقيته تتقدى فيها حاسوب هي هذه. حاسوب ديالنا الاخوان راه شي حاجه ناضيه، كاينش النقاش. وهذا دونك الثمن قلنا الاخوان 3999. عندنا الموديل الثاني، الناس اللي باغيين البروسيسور يكون طالع شي شويه، عندنا هذا، ها هو هذا ماشي طاكتيل وماشي 360، هو هذا حتى هو فيه i5، غير هذا فيه الجيل الثامن ويتيام، هذا ويتيام الاخوان كيف ما كتشوف معايا، عندنا هذا الجيل الثامن، ها هو كيف ما كتشوف معايا هو i5 ويتيام جينيراسيون، هذا زايد على هذا في الجينيراسيون، الفرق الوحيد كاين في الجينيراسيون 256 8 جيجا في الرام، حتى هو بونيطا الريفيرون ديالو الاخوان جي 3 اللي بغاو يقلبوا عليه جي 5 استسمح جي 5 830 جي 5 830 جي 5، الثمن ديالو هذا الاخوان غادي يبقى، الثمن ديالو غيبقى حتى هو 3899 درهم، 3899 درهم، اذا ناقص 100 درهم على هذا الثمن. هذا الاخوان غتقدر تاخذ به تقدر تاخذ به الجيل 7، حنا بهذا الثمن غنعطيوك الجيل الثامن، يعني i5 8 جينيراسيون، الكميه راه متوفره الاخوان
20 قطعه حتى هو راه معاه الشاحن ديالو اللي خصو شي حاجه. مرحبا، الف مرحبا، تحيه لكم وتبارك الله عليكم.